aku siapa saya kantor nah, itu sama aku main ibu siapa oh camat ramat kayak duit mah dok kiai barang yang ngono kata melebus warga ini aku uwelin aku bilang ketemu dan rame ini kok enggak ngomong ini kok ya gak usah gak aja gak aja uwelin mulane kanjeng Nabi lek donga ya apa Allahumma ij'alni miskinan wa ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni yaumal qiyamati fi zumratil masakin ya Allah jadikanlah aku orang miskin hidupkan aku dalam keadaan miskin matikan aku dalam keadaan miskin kumpulkan aku di akhirat kelak bersama golongannya orang-orang miskin ayo kiai rawani dungo ini aku ini mau nyontok notok lo ya gak dungo lo ya ya wes ini wes orang jam lebih mah los apa kurang yang udah mau mana kok pokoknya ini nih pokoknya intinya terus tingkatkan mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah berupaya maksimal untuk meneladani Rasulullah urip iki yo iki lek cara Kanjeng Nabi ya apa iki lek cara Kanjeng Nabi ya apa insyaallah apik bener selamat dunia akhirat Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل فعالة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نشيرا اللهم إنا نسألك حسن المحبة وحسن المتابعة لنبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا معسرا إلا يسرته ولا مقصودا إلا عسرته ولا دعاء إلا استجبته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة هي لا مريضا إلا قضيتها ويسرتها يسر أمورنا يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم أعصنا لباسنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزاك الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سيدي لبان كل يوم بانغابونتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Terima kasih.